السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سننجز الدرس رقم 8 تحت عنوان الطرح التقنية الاعتيادية واحد باللغة الفرنسية لا soustraction, لا تكنيك ازيال رقم واحد من مرجع المرجع في الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي من أهداف الدرس أن أتعرف وأوظف التقنية الاعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق الأعداد من صفر إلى 999 نبدأ بالنشاط الأول لنبحث جميعا لنحسب المسافة بالتدريجة التي ستقطعها الحلزونة بعد تحديد نقطتي الانطلاق والوصول نقطة الانطلاق هي خمسة تبعها ستة باش عرفنا عندنا هنا خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين خمسة وخمسين ستة وخمسين إلى نقطة الوصول خمسة وسبعون ستة وسبعون سبعة وسبعون باش نعرفو شحال من تدريجة قطعات لينا الحلزونة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول نجري عملية الطرح سبعة وسبعون ناقص ستة وخمسون إذا نجري عملية الطرح سبعة وسبعون ناقص ستة وخمسون سبعة ناقص ستة تساوي واحد سبعة ناقص خمسة تساوي اثنان إذا واحد وعشرون لنتأكد نحسب عدد التدريجات من الانطلاق إلى الوصول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر واحد وعشرون إذا واحد وعشرون حسبناها وعملية الطرح تعطينا نتيجة كذلك واحد وعشرون إذا المسافة التي ستقطعها الحلزونة هي واحد وعشرون تدريجة ننطلق الآن إلى السؤال الأول ضمن الحصة الثانية أفهم وأطبق. تبلغ مريم أربعة عشر سنة من عمرها ويبلغ أبوها سبعة وثلاثون سنة ما هو الفرق بين سن البنت وسن والدها؟ الفرق هو إذا ننجز عملية الطرح سبعة وثلاثون ناقص أربعة عشر لنحسب الفرق بين السن سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنان. إذا الفرق السني هو ثلاثة وعشرون سنة. ننتقل الآن إلى السؤال رقم اثنان. في حافظة نقودي خمسة وستون درهما كم ينقصني لشراء هذه الدمية؟ الدمية تبلغ أو يبلغ ثمنها تسعة وثمانون درهما. أنا عندي غير خمسة غير خمسة وستين. نجري عملية الطرح تسعة وثمانون ناقص خمسة وستون باش نشوفو شحال غيخصني يساوي تسعة ناقص خمسة يساوي أربعة ثمانية ناقص ستة يساوي اثنان. إذن ينقصني أربعة وعشرون درهما ننتقل الآن إلى السؤال الثالث أنجز عمليتي الطرح الممكنتين اذا عندنا هنايا عمليه الطرح الاولى 78 ناقص -27, 27 عمليه الطرح ممكنه لماذا لان يعني هذا الفقاني اكبر من التحتاني اذا غادي نديرو 8 ناقص 7 يساوي 1 7 ناقص 2 يساوي 5 هنا 56 غنحيدو منها 63 هذا العمليه غير ممكنه لماذا لان 56 اصغر من 63 غير ممكن هنايا يعني تسعة وسبعون ناقص ثمانية ممكنة تسعة ناقص ثمانية يساوي واحد وسبعة ناقص لا شيء يساوي سبعة تساوي واحد وسبعون ننتقل إلى السؤال أربعة أضع وأنجز يعني عندنا ثمانية وتسعون ناقص سبعة يساوي غير نرد البال أن الوحدات تكون تحت الوحدات العشرة تحت العشرات والمئات إذا كانت تكون تحت المئات ثمانية ناقص سبعة يساوي واحد تسعة ناقص لا شيء يساوي تسعة هنا ثلاثة وثمانون ناقص واحد وستون ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنان ثمانية ناقص ستة يساوي اثنان يعني إذا يساوي اثنان وعشرون هنا ثمانية وأربعون ناقص سبعة وثلاثون يساوي ثمانية ناقص سبعة يساوي واحد وأربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد إذا يساوي إحدى عشر. وتبت تعلماتي لنحسب الفرق العددين 97 ناقص 54 المرحله الاولى اننا كنحيد 7 كنقسم منها 4 الوحدات يعني الوحدات نحيدو 7 ناقص 4 غنحصلوا على 3 ثم المرحله الثانيه ننتقل الى العشرات 9 ناقص 5 يساوي 4 بالنسبه لمعجم المصطلحات الطرح باللغه الفرنسيه لا سوستراكسيون الوحدات تحت الوحدات لي يونيتي سو لي يونيتي العشرات تحت العشرات لديزين سو لديزين ننتقل لإنجاز تمارين صفحة ستة وثلاثون ضمن تمارين الحصة الثالثة أطبق وأتدرب خامسا أحسب فرق كل عددين مكتوبين بنفس اللون يعني كل عددين مكتوبين بنفس اللون نحسب فرقهما نبدأ بثلاثة وتسعين ناقص واحد إذا لدينا ثلاثة وتسعون ناقص واحد وستون العملية الثانية سبعة وثمانون ناقص أربعة وخمسون دائما العدد اللي كيكون الفوق هو اللي كيكون كبير ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنان تسعود ناقص ستة يساوي اثنان يساوي ثلاثة سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة وثمانية ناقص خمسة يساوي ثلاثة إذا الأول اثنان وثلاثون والثاني ثلاثة وثلاثون ننتقل إلى العملية أو إلى التمرين الثاني أبحث عن الرقم الموجود وراء كل زهرتين إذا هنايا نبداو بالعملية الأولى سبعة ناقص كم يساوي اثنان هنا سبعة ناقص خمسة ثمانية ناقص كم يساوي واحد ثمانية ناقص سبعة تسعة ناقص ستة يساوي ثلاثة إذا عندنا واحد العدد هنا منه خمسة غيعطينا ثلاثة وهو ثمانية ثم اه على واحد العدد غنقصو منه ربعة غيعطينا خمسة هو تسعود ستة ناقص كم يساوي اثنان ستة ناقص أربعة يساوي اثنان إذا الأعداد هما اللي خصو يكون بلاصة الوردة البنفسجية خمسة الصفرا سبعة الخضرا ثلاثة البرتقالية ثمانية الحمرا سعود والزرقاء أربعة ننتقل الآن إلى التمرين رقم سبعة أكتشف الأخطاء وأصححها إذا لدينا نبداو بالعملية الأولى سبعة ناقص واحد يساوي ستة إذا هنايا خطأ أثناء عملية الإنجاز، سبعة ناقص واحد يساوي ستة، وستة ناقص خمسة يساوي واحد، إذا ستة عشر هو ليس ثمانية عشر، ثمانية وتسعين ناقص ستة عندو خطأ في عملية الوضع، خصو يدير ستة هنا، ثمانية وتسعين ناقص ستة هنا، تحت الوحدات وليس تحت العشرات، يساوي ثمانية ناقص ستة يساوي اثنان، تسعة ناقص لا شيء يساوي تسعة، إذا اثنين وتسعين، وليس 38. ثم خمسة وسبعون ناقص أربعة وعشرون إذا خمسة ناقص أربعة يساوي واحد سبعة ناقص اثنان يساوي خمسة إذا هاد العملية عندو صحيحة هادي عندو خطأ وهادي عندو خطأ إذا العملية الأخيرة فهي صحيحة ننتقل الآن إلى السؤال رقم ثمانية تملك والدة عائشة ثلاثمائة وسبعة وثمانون درهما كم سيبقى لها أو كم سينقصها إذا اشترت الحقيبة الزرقاء إذا عندها الحقيبة بغات تشري الحقيبة الزرقاء اللي يبلغ ثمنها مئة وخمسة وثمانون درهما وتملك ثلاثمائة وسبعة وثمانون درهما إذا كم كم سينقصها إذا هنايا ما يكون عندنا كم سينقصها وإنما كم سيتبقى لها علاش لأنها تملك مبلغا أكبر من المبلغ الذي او ثمن الحقيبه الزرقاء اذا نجزي العمليه عمليه الطرح نطرح ما تملكه ام عائشه 387 ناقص 185 إذا سبعة ناقص خمسة يساوي اثنان، ثمانية ناقص ثمانية يساوي صفر، ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنان اذا سيبقى إذن سيبقى سيبقى لها مئتان واثنان درهما اذا غيبقى لها ميتين وجوج ديال الدراهم ننطلق الآن إلى التمرين التاسع اشترت زينب سبعة وعشرون قطعة حلوى وزعت منها أربعة وعشرون قطعة على صديقاتها كم بقي لها إذا شرت سبعة وعشرين ثم فرقت أربعة وعشرين على يعني صحابتها سبعة وعشرين ناقص أربعة وعشرين إذا هاد العملية اللي غادي نديرو للعملية العملية سبعة وعشرين ناقص أربعة وعشرين ماشي هادي وماشي هادي الجزء العملية سبعة وعشرين ناقص أربعة وعشرين سبعة ناقص ثلاثة أربعة يساوي ثلاثة عفواً اثنان ناقص اثنان يساوي صفر إذا بقي لها بقي لها ثلاث قطع من الحلوى نبقاو ليها ثلاثه ديال القطع التمرين رقم عشرة بدات ساره قراءه قصه من أربعة وستون صفحه قرات منها في اليوم الاول ثلاثة وثلاثون صفحه كم بقي لها اذا العملية التي سنجز هي أربعة وستون ناقص ثلاثة وثلاثون أربعة ناقص ستة يساوي واحد ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة إذا بقي لها واحد وثلاثون صفحة بقي لها واحد وثلاثون صفحة إذا ننتقل الآن للإجابة عن أسئلة الصفحة سبعة وثلاثين مع التمرين رقم إحدى عشر أضع وأنجز إذا عملية الطرح مئة واثنان وتسعون ناقص اثنان وتلاتون الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات اثنان ناقص اثنان يساوي صفر تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة أربعة ناقص لا شيء يساوي أربعة تساوي أربعة مئة وستون العملية الموالية خمس مئة وستة وثمانون ناقص مئة وأربعة وعشرون يساوي ستة ناقص أربعة يساوي اثنان ثمانية ناقص اثنان يساوي ستة خمسة ناقص واحد يساوي أربعة العملية الأخيرة مئة وسبعة وخمسون ناقص ستمائة وستة عشر سبعة ناقص ستة يساوي واحد خمسة ناقص واحد يساوي أربعة وسبعة ناقص ستة يساوي واحد إذا حصلنا على أربعمائة وستون أربعمائة واثنان وستون وواحد وأربعون ننتقل الآن إلى التمرين اثنا عشر انجزوا عمليات الطرح في دفتري ثم أصل كل كل طفل بمحفظته إذا هنا تسعود وستين ناقص تسعود وعشرين في الدفاتر تسعة ناقص تسعة يساوي صفر ستة ناقص اثنان يساوي أربعة إذن أربعون واحد وثمانون ناقص إحدى عشر واحد ناقص واحد يساوي صفر ثمانية ناقص واحد يساوي سبعة إذا سبعون ثم بالنسبة للعملية الأخيرة ثلاثة وتسعون ناقص اثنان وسبعون ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد وتسعة ناقص سبعة يساوي اثنان واحد وعشرون اذا بالنسبه لكم نتوما ديروا العمليات عمليه الطرح في دفتر المنزل ننتقل الان الى السؤال الموالي السؤال 13 اصل العمليات بنوع الخطا المرتكب ثم اعيد انجاز العمليات الخاطئه اذا بالنسبه لهذه الاسهم فهي خاطئه نبدا بالعمليه الاولى 9 ناقص تسعة 29 يساوي 38 اذا هنا بعدا عندنا خطا ليس في وضع العمليه وليس في حساب وانما خطا في كتابه الاعداد اذا هذا الخطا الخطا الاول هو في كتابه الاعداد يعني هنا ما يكتبوا العدد الاول اللي هو وعشرين الفوق كتبوه لتحت ثم الخطا الثاني بالنسبه لهنا اذا هنا عندنا خطا في الحساب اذا هذا الخطا ثاني خطا في الحساب اذا ملي بغاو يحسبوا عوض ما يديروا عمليه التحضير وعمليه الجمع 6 ناقص 3 كيساوي 3 وليس 9 خطا في الحساب ثم العملية الأخيرة خطأ في وضع العملية أي وضع ما يحطو الوحدات تحت الوحدات دارو الوحدات شدوها ودوها تحت العشرات إذا هنا خطأ في وضع العملية بالنسبة لهاد الأسهم اللي هنا غالطين إذا السهم الأسهم صحيحة هنايا عندنا كتابة الأعداد ثم موالية خطأ في الحساب ثم الأخيرة في وضع العملية بالنسبة للعمليات تسعة ناقص تسعة يساوي صفر اثنان ناقص لا شيء يساوي اثنان ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان ثمانية ناقص سبعة يساوي واحد سبعة ناقص لا شيء يساوي سبعة التمرين رقم أربعتاش بتاريخ ستة وعشرون ماي مر اثنا عشر يوما على عيد ميلاد زينب ما هو تاريخ هذا العيد اذا هنايا اذا وصل 26 ماي غادي يكون داز 12 يوم على عيد ميلاد زينب اذا غادي نديروا عمليه الطرح 26 ناقص 12 لنحسب او لنحدد تاريخ هذا العيد 6 ناقص 2 يساوي 4 و 2 ناقص 1 يساوي 1 اذا التاريخ هو 14 ماي التاريخ هو 14 من شهر ماي ننتقل الآن إلى التمرين 15 في كيس 56 كلة أخذ 13 كلة من أخيه عمر وأعطى لصديقه سامي 18 كلة كم أصبح عنده إذا أولا أخذ 13 إذا غادي نديرو 56 غادي نزيدو ليها 13 اذا 56 زائد 13 6 زائد 3 يساوي 9 و 5 زائد 1 يساوي 6 اذا ملي خذا 13 كلها من خو عمر ولا عنده 69 كلها من بعد اعطى 18 كلها لسامي اذا غادي نديرو عمليه الطرح 69 اللي اللي وصلت عنده غنحيدو منها 18 اللي اعطى لسامي يساوي تسعة ناقص تمانية يساوي واحد ستة ناقص واحد يساوي خمسة إذا أصبح عنده أصبح عنده واحد وخمسون كلة ننتقل الآن إلى السؤال ستة عشر ألاحظ ثم أحسب الفرق بين قامة علي وقامة هبة قامة علي تبلغ تسعة وثمانون سنتيمتر وقامة هبة تبلغ خمسة وسبعون سنتيمتر نجري عملية الطرح تسعة وثمانون ناقص خمسة وسبعون يساوي تسعة ناقص خمسة يساوي أربعة ثمانية ناقص سبعة يساوي واحد إذا الفرق بين قامة علي وقامة هبة إذا الفرق هو أربعة عشر سنتيمتر اذا 14 سنتيم باش كبير باش طويل عالي على هبه بالنسبه ل 8 17 يزن والد زينب 87 كيلوغرام وتزن والدتها 66 كيلوغرام بكم تزيد كتله الاب عن كتله الام عمليه الطرح 87 كيلوغرام غنحيدو منها 66 7 ناقص 6 يساوي 1 ثمانية ناقص ستة يساوي اثنان. إذن تزيد كتلة الأب بواحد وعشرون كيلوغرام.